فمن هون هذا الوضع إذن، وما نظنش إنه العرب ارتدت يعني زي ما بتصوروا الناس إنه العرب كلها ارتدت ما عدا قريش، لا لا، ما مش مستوعبين دولة. بعدين استوعبوا، ومش بس استوعبوا، وهم كانوا الجنود اللي الجنود اللي فتحوا العالم بحيث إنه في دراسات معاصرة خلال قرن كانوا المسلمين فاتحين بمعدل كل يوم 15 كيلومتر مربع يومي على مدى قرن، مش في العصر الحديث، في عصور الحمار والحصان ولا جمل والمشي على الرجلين. وفي عندك امبراطوريات بتحشد لك، ودائما كان يكون الاعداء اكثر عدد وعدة كمان. هذا الامة اللي خرجت، لذلك لما قال كنتم خير امة اخرجت للناس. ولذلك لاحظوا هذه الامة اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى كنتم خير امة اخرجت للناس، هي اللي قدرت خلال سنتين لما صارت اشكالية تجمع الناس وتواجه فيهم امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم، وفيش كان اقوى منهم في العالم، هذول الاثنين تمام، هم المتنافسين كانوا، قدروا خلال سنتين. اذا كيف بدها تبين الخيرية؟ برضو بتقول خير امة اخرجت للناس، على فكرة بينت خيريتها فكرة، حتى لما وقعت المشاكل، حتى فيها نفسها لما وقعت المشاكل في الامة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وصارت الفتنة، الله سبحانه وتعالى كأنه بده يقول لنا شوفوا مثل ما انه كيف بدك تثبت انها خير امة؟ مثل ما انها في الرفاه والظروف الطبيعية بتكون ناجحة، انا بدي اوريك كمان في المشاكل كيف تنجح. ما في امة على وجه الكرة الارضية نجحت زيها. لما انقسمت الامة قسمين في قضية فتنة عثمان وجدنا ببساطة بتعود بتلتحم في عامل جماعة، كل شيء تمام، بيجي شخصين، هذا بقود هذا الجيش وذاك بقود هذا الجيش، بيجي اللي بقود الجيش الاول بقول للي بقود الجيش الثاني انا متنازل لك، انت اصلا انت بتصلح للخلافة، خدها وخلينا نجمعها الناس، واجتمعت الناس وكل شيء تمام. ولا كيف بدهم يبينوا انهم هم فعلا؟ لاحظوا مين المعلم اصلا، ومين المعلم، وعلى يد مين خرجهم الله؟ على يد مين؟ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. شفناهم في الرفاه وفي ظروف السلم، خلينا نشوفهم في ظروف الحرب اولا بينهم كمان. وهذا ما منعش هالشوية اللي حصلت، ما منعش انه ببساطة التحموا على فكرة، مش بس التحموا، وواجهوا الامبراطوريات كلها واستمروا. ايش عجيب. والدولة الخلافة الراشدة اقوى دولة في العالم، الاموية اقوى دولة في العالم، العباسية اقوى دولة في العالم، بني عثمان اجوا فيما بعد اقوى دولة في العالم 1000 سنة اكثر، وهي مستمرة الامور. كيف حصل هذا؟ انتبهتوا كيف؟ فاذا معناته الدفعة الاولى هاي كانت انتم خير امة اخرجت. وخليني هون، مع اني سبق انه لفت انتباه الها، شو معنى كنتم خير امة اخرجت للناس؟ يعني بدنا نخرج للناس مقياس يحتذوا فيه ويقتدوا فيه انتو. طيب شو معنى هالكلام؟ معنى لن تأتي امة في يوم من الايام شو ما تكون فوق منهم، لانه هذول المقياس مش في الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا، شو هذه من اختصاص الانسان، لا هذا في الخيرية، لان في الخيرية في جانب الخيرية.